وبناء على طلبكم قررنا نسجل هاي الحلقة. أنا اليوم موجود ببوكيت بتايلاند، راح نحكي لكم عن الأسعار وأسعار التكاليف والمعسكرات التدريبية للي حابب يجي على جزيرة بوكيت. راح نحكي لكم بشكل تقريبي، لأنه هنا معروف عندنا الموسم اللي هو من شهر 10 لشهر 4 الأسعار جدا مختلفة بالسكن وبالأكل وبعض الأحيان بالأماكن السياحية. وفي عندنا الموسم اللي هو اللو سيزن، لما تكون السياحة كثير قليلة هون الأسعار طبعا راح تختلف زي ما أنتم عارفين. فأنا راح أجيكم بالتفاصيل وراح أحكي لكم عن الأسعار بشكل مجمل. للي حابب يجي هنا بده يتمرن زي نادي تايجر موي تاي، في تدريب مثلا ممكن أنت تشترك تدريب عادي، يعني ممكن غير الإمامية. طبعا نادي تايجر موي تاي معدل الاشتراكات فيه شهريا، نحن راح نحكي عن معدل الاشتراك بشكل شهري، سواء الأجارات سواء الأندية سواء الأكل. الأكل راح نحكي بشكل يومي قديش بكلفك. نادي تايجر موي تاي، زي نادي تايجر موي تاي انت بحاجة من $250 ل $350 بالشهر. هذا الاشي بيشمل انك تمارس كل الرياضات وكل النشاطات اللي موجودة داخل النادي، زي سترينث كونديشنينج، زي ملاكمة، زي كيك بوكسينج، زي موي تاي، زي ام ام اي، زي جوجيتسو والمصارعة. تقدر تستخدم هاي الالعاب كلها اللي موجودة بالبرنامج. وفي عندهم اشتراك بيكون اشتراك بشكل جزئي، ممكن تختار يعني رياضات معينة، راح ينزل السعر تقريبا $200. فانت بتقدر تختار اللي بدك اياه، وانت اذا انت جاي هون تتمرن عارف شو بدك تيجي تتمرن راح تلاقي السعر والامور سهلة جدا. بالنسبة للسكن، راح نحكي عن السكن. زي ما حكينا عندنا موسمين، موسم السياحة بكون فيه عالي وموسم السياحة بكون فيه منخفض. احنا حاليا بنحكي عن الموسم السياحي اللي هو منخفض هسه، اللو سيزن. الفترة هاي معروفة فترة شتاء، بس الجو حلو والجو حامي، في ايام بكون فيها شمس. بتراوح السكن من $250 ل $700. طبعا كيف يعني من $250 ل $700؟ انت بامكانك تختار السكن اللي بناسبك. اذا انت جاي تسكن بمكان فخم، في اماكن جدا فخمة هون واجارها لا يقل عن $700 بالشهر، شامل كهرباء ومي وانترنت وكل الخدمات. وفي سكنات $250، واحيانا بتلاقي ب $200 سكنات، زي خلينا ما بدي احكي شعبيه، سكنات لطيفه ونظيفه واصحابها جدا مرتبين، وبكون مثلا المطبخ شيرينج، الحمام برايفت عندك الى خاص، مكان كثير حلو ولطيف تقدر تستخدمه يعني اذا انت حابب تسكن وجاي عشان بس تتمرن. اما اذا انت جاي عشان سياحه وبدك مكان غالي موجود او اماكن فخمه. نحكي عن الاكل، راح احكي عن الاكل. انت يوميا قديش بتقدر تصرف؟ مصروف الاكل كنا بنعرف هون الاكل اذا انت كرياضي جاي تاكل اكل نظيف واكل صحي، من $20 ل $30 بتقدر تاكل وبتقضي حاجتك يوميا، تقريبا من 4 وجبات لثلاث وجبات، ومع يعني بتقدر تشرب، بتقدر تعمل اي شيء بدك اياه. طبعا راح نحكي عن وسائل التنقل هون موجوده بجزيره بوكيت. انا اليوم موجود بجزيره بوكيت، راح احكي عن جزيره بوكيت بالذات. عندنا وسائل التنقل هون، اذا بدك تضلك تستخدم تاكسي صراحه جدا غالي، راح يكلفك هذا الشيء كثير. انت بامكانك تستاجر سكوتر، السكوتر هذا راح يريحك، راح تقدر تتنقل فيه بكل مكان، سواء بالعطلة بتروح على الشط، سواء على التمرين بتروح على تمرينك، بتقدر تستخدمه لأكثر من إشي وراح يريحك هذا وراح يوفر عليك كثير مبالغ. يعني بتقدر تستأجر بالشهر من $50 لغاية $100 بإمكانك تلاقي سكوتر. السعر كثير لطيف جدا، يعني من $50 ل $100 بالشهر، إشي رائع جدا، يعني يوميا بطلع عليك أرقام بسيطة. فهاي الأسعار بالشكل المجمل حكينا عنها. انت اذا انت جاي هنا على الويك اند بدك تروح تطش، بدك تعمل، الشواطئ مجانيه، في اشياء اكتيفيتي كثير بتقدر تعملها هنا مجانيه، تقدر تطلع على فيو تقعد، بس تدفع حق الاشي اللي انت بتشربه او الاشي اللي انت راح تاكله. جزيره بوكيت المكان المناسب لك لانك تعمل فيها معسكرات، انا هذا الاشي مسؤول عنه بكلامي، وبنصح الجميع يجي هنا وراح تتطور بشكل اسرع، لانها كل شيء لانه كل شيء متواجد بنفس المكان وراح يريحك هذا الشيء. هاي الاسعار وبنشوفه بحلقه ثانيه. طبعا ليش بوكيت بالذات؟ الجميع بيسالنا ليش بوكيت بالذات للمعسكرات؟ بوكيت من اكبر الجزر اللي بتجمع فيها المقاتلين على مستوى العالم. في عندنا ابطال من اليو اف سي، في ابطال معروفين برياضه الموي تاي كمان بيجوا بيعملوا معسكرات هون. بوكيت جزيره نظيفه جدا، وال خلينا نحكي الكواليتي فيها جدا عالي،
ومريح، والشعب هنا طبعا الشعب التايلندي كله فخم وين ما بتروح صراحة جدا لطيف، بس بالجزيرة هاي تعاملهم جدا رائع وراقين وفخمين، وفي سهولة جدا بالتعامل. وجزيرة بوكيت صدقا أنا بتوقع من السنوات القادمة راح تكون أكبر منصة للمعسكرات التدريبية وبالأخص الألعاب القتالية. وهيك إحنا بنكون حكينا عن حلقة الأسعار، وإن شاء الله نكون جاوبناكم على الأسئلة اللي أنتم محتاجينها بالنسبة للمعسكرات وأسعار المعسكرات بشكل كامل. استنونا بحلقات جاية، بتمنى منكم دعم القناة عشان نقدر نستمر ونقدم لكم كل يوم محتوى جديد. يعطيكم العافية، واستنونا بحلقة جاية.